طوقعات جديدة نارية وصادمة للسيدة ليلى عبد اللطيف لشهر تموز 2022. بلشت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف بالقول انه نحن امام تحالف عربي جديد بتلعب فيه السعودية بقيادة ولي العهد الامير محمد بن سلمان ومع باقي دول الخليج الدور الاكبر امام المصالحات والتصالحات والتحالفات العربية القادمة، والمفاجآت الاتية من سوريا الى ايران ومن تركيا الى العراق ومن اليمن الى ليبيا وصولا الى لبنان. وهون بتشوف ليلى انه مصر وسوريا والسعودية رح يلعبوا الدور الاكبر خلال المرحلة القادمة. رح نشوف لقاءات خاصة ما بين السعودية وايران، ومع ولادة حلف عربي جديد رح تنجح مساعي ولي العهد السعودي الامير بن سلمان الى انتاج ربيع عربي حقيقي خالي من التطرف، كما وشايفة ليلى انه ورشة وظائف ضخمة للشباب داخل المملكة. صدور قرار ملكي بفاجئ الكتار بيحمل توقيع الملك السعودي وولي العهد بإصدار عفو عن بعض السجناء ما شاركوا بأعمال إرهاب على أرض المملكة. رح يقوم ولي العهد السعودي بحرب واسعة على الرشوات والفساد بشكل ما سبق له مثيل، ورح نشوف أعين رجال الأمن سهرانة، ورح يكون العقاب قاسي، ورح ينعكس هالقرار على كل المرافق السعودية. فيما يخص سوريا، فبتقول ليلى عبد اللطيف سوريا بتوقف على ابواب المرحله النهائيه من هالوضع والحلول على تسويه شامله، كما بتشوف ليلى انه الرئيس السوري والرئيس الروسي رح يكونوا اصحاب القرار النهائي، ورح تنشا سوريا قاعده عسكريه سوريه روسيه جديده باحد المناطق السوريه. ولحدث ما، وهون بتشوف ليلى انه عوده النازحين السوريين باتت قريبه ومن عده دول، والرئيس السوري رح يحتضن هالمبادرة، ورح نسمع عبارة عفى الله عما سبق، كما والبناء رح يتطلب يد الشباب. أما توقعات عن لبنان، فقالت ليلى لبنان السياسي بالمرحلة المقبلة رح يكون على مرحلتين، منا إلى شوارع المجهول ومنا إلى طريق الحلول، ومرحلة تأليف الحكومة مرحلة اللامعقول، ومرحلة الفراغ الرئاسي رح تكون مرحلة المجهول، ومدة الفراغ قصيرة ومش رح تطول. وناشدت ليلى عبد اللطيف الرؤساء الثلاثة المحافظة على ما تبقى من لبنان قبل فوات الأمان، لأنه هيدا الشيء خطير جدا. بالأسابيع المقبلة رح نشهد هزات أمنية واقتصادية، وخاصة يوم دخول المدارس اللي رح تعمل ضجة بالشوارع، بالإضافة إلى المظاهرات، كما بتشوف ليلى تحليق للدولار الى سعر خيالي جديد. لبنان منه بخير بالاوقات الحاليه، ولكن رح يكون بخير بعد اشهر، ورح ينعم الامان والاجانب رح يرجعوا يستثمروا والعمار اتي. وبتشوف ليلى تكسير ومظاهرات على محطات الانترنت والاتصالات. منروح إلى مصر، وبتقول ليلى بتدخل الجمهورية المصرية إلى كافة أوساط الوطن العربي، وذلك من خلال المصالحات القادمة والتعاون والحوار، ومن هون رح يزور الرئيس السيسي العراق وتركيا، والمحطة الأهم رح تكون ما بين الرئيس المصري وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورح نشوفهم سوا بالمرحلة القادمة بوجه كل الخلافات. يضع الرئيس السيسي قانون الجرائم وخاصة جرائم القتل، ورح نسمع بقرار متشدد وحازم، واليد رح تكون من حديد لمحاربة هالنوع من الجرائم الوحشية، وبذلك معدل الجرائم رح ينخفض بالسنوات المقبلة بشكل بارز، ورح تشهد مصر حفل أسطوري بارز رح يبهر العالم. على صعيد آخر، قالت ليلى أن هوليوود رح تفقد وجوه فنية بارزة بالمرحلة القادمة، وبتوجه دعوة إلى الممثل سيلفستر ستالون وأرنولد والممثل نيكولاس كيج توخي الحذر على صحتهم خاصة من كورونا. بالعودة إلى لبنان، قالت ليلى أن هناك حزن وبلبلة على إحدى الشخصيات التابعة للطائفة الدرزية، وهناك حدث أمني وخضة أمنية واسعة. الأنظار والإعلام على البطرك الراعي بحدث ما
وبتنصحه انه يبتعد عن المجهول وحدث حول مبنى تلفزيون او تي في، وحشود بتتجمع امام باب هالمحطة خلال فترة من الغضب والقلق، ورح نشوف الجيش والقوى الامنية على باب هالمحطة جراء حدث ما. جريمة او عمل اجرامي باحدى استوديوهات التصوير المشهورة، والبلبلة رح تعم هالمكان.